مرحبا، أنا اسمي صباح شحادة. يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض السكري، وقد يعاني بعض الأشخاص من علامات وأعراض، وقد لا يعاني البعض الآخر. قد لا تكون العلامات واضحة، أو قد نعتقد أنها طبيعية، لكننا نريدك أن تعرف بعض العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً لمرض السكري من النوع الثاني. هل تشعر بالعطش الشديد وتحتاج الحمام كثيراً خاصة في الليل؟ هل تشعر بالتعب أكثر من المعتاد أو تعاني من عدم وضوح الرؤية؟ هل زاد وزنك أو ربما فقدت وزنك دون أن تحاول ذلك؟ هل يمكن أن يكون لديك حكة في الأعضاء التناسلية أو مرض القلع؟ هل لديك جروح وجروح تستغرق وقتاً أطول للشفاء؟ هل أي شيء من هذا يبدو مألوفاً؟ إن كان لديك أعراض، قم بزيارة طبيبك، أو إذا كان عمرك أكثر من 40 عاماً فاذهب لإجراء فحص صحي مجاني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS مع طبيبك العام. يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وكلما تحدثت مع طبيبك العام بشكل أسرع كلما تمكنت من الحصول على الدعم المناسب لك بشكل أسرع. نريد أن يتمتع كل فرد من مجتمعنا بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة، وهذا يشملك. قم بالفحص.